ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض أن الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش رفعت رايتها وسط مدينة تل أبيض التابعة لمحافظة الرقة بعد اشتباكات عنيفة مع ميليشيا الحر والجبهة الإسلامية. وأضاف المرصد أنه قد شوهد رتل كبير من آليات داعش متوجها إلى محيط الفرقة 17 بعد أن أخلت قرية الأسدية المجاورة للفرقة من سكانها.